اي لاينر الطبيعي بيتحط كده، انا كنت بعمله بالعكس لتحت، فكنت طول الوقت عامله كده. رمضان بالنسبه لي احلى شهر في السنه، تحس الناس متسامحه كده، في حاجه حلوه بيجمع العيله. اول مره حطيت فيها ميك اب كنت عامله زي البيبيهات الصغيرين، يعني كان عندي برنامج، انا كنت مذيعه والميك اب ارتست عايز يحط لي ميك اب يعني زي مذيعه بقى، ففضلنا نجري ورا بعض في اوضه الميك اب ان هو مصمم يحط لي، وانا اقول له والله ما حطه، كان شعري كيرلي كده برضو، فكنت باجي مستحميه غسله شعري ومش حاطه ميك اب خالص ومصممه ان انا اطلع كده. البرودكت المفضل الفونداتان الليكويد هاي ديفينيشن اي ثينك. الحاجه اللي انا فاكراها دايما مع الماكير بتاعي احمد نائر ونقير، يعني بقعد اتخانق معاهم انه لا حط نقطه صغيره قوي عشان لو حطيت اكتر من كده هيبقى فيه لاير. اكتشلي حتى ما بيحط اكتر من نقطه ما بيبقاش فيه لاير. لو انت هتسالني خمس اسئله انا هقول لك على سر اول مره اقوله. كنا في الجونه وخارجين كلهم بيدخلوا يحطوا ميك اب، كنت ادخل اقعد اطول واحده فيهم، بعد ما اطلع دينا انت زعلانه ليه؟ اكتشفوا هم اللي اكتشفوا بعد كده ان الايلاينر الطبيعي بيتحط كده لفوق عشان العين تبقى عامله كده، انا كنت بعمله بالعكس لتحت فكنت طول الوقت عامله كده، فبجد شكلي زعلانه وانا مش زعلانه خالص. مومنت وذ ميك اب فور ايفر اي ثينك اما كلمتوني عشان حلوه رمضان. السلام عليكم، معكم حنان النجادة في حلوة رمضان الموسم الثاني. اليوم إن شاء الله أنا راح أسوي ميك اب حق أحد الفنانات الشهيرات في مصر. الفنانة هذه مثلت في جراند أوتيل السنة اللي فاتت، وفي هالسنة هذه راح تكون مليكة، الفنانة دينا الشربيني. أهلا وسهلا. أهلا. جدا متحمسة أسوي لك الميك اب. أنا أكثر وبحب الميك اب بتاعك قوي، بحبك جدا. أنا ما بفهمش في الميك اب خالص، وببسط قوي لما بيجي لي دور مش هحط فيه ميك اب، عشان يعني عارفه بحس ان انا نفسي اغسل وشي وانزل. سجل يا تاريخ في الوطن العربي، في فنانه ما تحب الميك اب. لا لازم نصفق حبيبتي. ليش مو محتاجه ما شاء الله. ثانك يو. بس انا اليوم ودي اطلعك شويه كذي يعني نسوي اكشن ديفرنت. انا موافقه جدا. زين نلعب لعبه؟ اللعبه هي تروث اور دير. لازم شويه نسالك كم سؤال كذي. تروث اور دير. بصي تروث كده كده هتيجي في الكونفرسيشن عشان انا كل حاجه بقولها يعني ما عنديش فلترز خالص. ممتاز. خلينا داير. خلاص نبي نختار الحين ادوات معانا. دول بشوفهم طول الوقت بتوع ميك اب فور ايفر بيحطوا لي منهم. اخترت الرقم بتاعي اللي انا حاطته في بالي حقك. بجد؟ اي والله. بس ده الليكويد. وايد حلو عليك، احسن من احس لان بشرتك ما شاء الله ما فيها شيء. فاحنا نحتاج شيء تغطيه بسيطه خفيفه. ما نبي الكثافه ولا نبي اللي كلش مبين. راح اكمل انقي الاغراض حق اللوك اللي احنا راح نسوي لك. اللوك ما راح يكون وايد وايد قوي، بس راح اعتمد على الكونتورينج وشويه الشيب مال الايز. راح اختار لك الحين الكونسيلر. طيب بصي بقى، عندي مشكله دايما في الكونسيلر. ايه؟ طبعا انت ما ينفعش تشوفيني وانا حاطه ميك اب لنفسي وخارجه. ليش؟ لا لا، عروسه المولد يعني بحط حاجات ما ينفعش خالص تتحط. فاي ثينك الكونسيلر ده من اهم الحاجات علشان بيبقى تحت العين. ساعات بغمق يعني بنقي لون غلط. فعلا هو فكرك ان تغمجين شوي بس عشان تخفين الاثر وبعدين تنورينا. راح استخدم حقك الكونسيلر واي 33 اللي هو يلو، قبله الواي 41 هذا اصفر. أوكي. اكثر. راح استخدم الاندر بينت. هذا هو نفس تقريبا الستيك فونديشن لكن عاملينه على باليتات صغار. وايد حلو خفيف وسريع. انا راح استخدم هذه الدرجه واتوقع راح اخذ بعد الميديوم. اوكي. اوكي راح اخذ اثنين. طيب لا تخافي من الكميه اللي راح استخدمها، راح احط نت فنت من كل شيء. وراح استخدم لك السكن بوستر. ده ايه بقى؟ هذا قبل الفونديشن. اوكي. وايد حلو، هذا صدق ما استغنى عنه في اي مرحله ميك اب، ضروري هو اول طبقه احطها. طبعا إيه نسيت اهم شيء الفيفرت عندي هذا رقم واحد. هذا بسرعه يغطي الهالات اللي تحت العين. اوكي. وايد انا احبه الفيفرت عندي. اي دونت ثينك ان انا مثلا من الناس اللي عندهم مشكله. أيوه. الحمد لله. برضو ببقى محتاجه احطه. ايه للتنوير. طيب راح اختار هذا الدرجه الغامجه. طبعا لا تخافين هذا مو بلاش، راح استخدمه حق ايش تعرفين حق شنو استخدمه؟ اي بقى الفين لهنا. لا حق الشادو. لما بتحطيه من هنا من الحته اللي جوه بيدي كده دبث، بيبقى فيه حاجه صح؟ ايوه ابي يكون شويه الشدوات اللي عندي شويه على. انت حاطه حاجه كده؟ اي. شفتي بدات ابقى اشطر. هم راح اختار هذا الدرجه وممكن احتياطا بس بحط هذه الدرجه.
عشان انا لا ازعل. ماشي. واضاءه راح اخذ لك اضاءه، راح ناخذ اكيد الالوان الاساسيه، الترابيات، البنيات. صح ان احنا بنجرب على ايدينا الميك اب عادي؟ مش مشكله. ايه يعني ايمين بيدي نفس الحاجه على الوش؟ يعني طبعا اكيد لا، يعني حتى احيانا الشدوات تشوفينها لون بس لما تين تستخدمينها تطلع لون ثاني، فضروري التجربه. واهم شيء في هذا الجزء M16 اللون البراون ده حواجب؟ لا حق العين. اوكي برا داخل العين انا اسوي الكونتور الشيب مال العين بهذا الدرجه وايد حلو، ما يعطيك الاسود القاسي ولا يعطيك البني اللي الخفيف اللي بيذوب. وايضا هم راح ناخذ الجل لاينر، راح اختار هم اللون الاسود. اوكي اوكي. وحق الحواجب راح استخدم الجل اللي هو التاتو. اوكي راح استخدم هذا عشان اعمل شكل الشعره، وراح استخدم المسكرة علشان الون. ايش الالوان اللي انت تفضلينها وتحبينها؟ يعني بحط مثلا بيج وفوقيه براون سنه. أي. ممكن احط بينك بس مش بينك بينك. اي فاهمه. الفاتح اللي وبرضو بحط عليه براون. اتوقع يعني درجاتك تكون مثلا هذه دول مات ولا أيوة مات. ميزه بقى ميك اب فور ايفر في المات انه ما بيعملش ما يشبك الشفايف. يعني انا للدرجات دي شفايفي محتاجه اربعه. كونتور مبلا ممكن اكيد راح نستخدم هذا اللون او هذا اللون. انا متاكده ان بعد كل ده هيبقى كاننا مش حاطين حاجه. خذينا كل الاغراض والحين لازم نبلش بالتطبيق. انا عايزه اقول لكم حاجه يا جماعه، حنان يعني قنوعه جدا حبيبتي، واخدت حاجات قليله قوي ومش مصدقه ان كل ده هيتحط على وشي دلوقتي بجد. يلا نبلش. يلا اول شيء راح ابلش معاك في هذا البوستر، احط على كامل البشره. راح استخدم فرشه 106. عندي بقى حاجه ان انا لما بنصور عدد ساعات كتير بنام وهم بيعملوا لي ميك اب، عارفه كده والله. ولو عايز بقى يركب رموش مثلا يفضل بقى يمسك يا حرام ويحطه. بس راح يطلع شكلها غير. الحين استخدم لها الاندر بينت اساس بس امشي تحت الحاجب. اوكي اعمل في الكونسيلر، اختار لك الدرجه شوية طبيعية ومناسبة، يمكن أخلط هاللونين مع بعض شوي شوية. راح أنزلهم من هني، راح أعمل لك إياهم شوي مدورين. أوكي عمري ما عملتهم مدورين، عارف كده والله. شوية هذا اللون كوركت بس حق المكان التاتو أورنجي كذي يعمل لي كوركشن يعني. طبعا أنا شوي فتحت بين الحواجب، شوية عينك متقاربة فبحاول إن أنا توسع أوسع المنطقة هذه. راح أخذ من الأندر بينت أيضا اللون درجة الغامجة شوي. اوكي وراح اسوي كونتور حق العين. انا بعطيها العمق عشان اعطيها الطول، ابلش من هني احط درجة الغامجة، اخربط اول شيء اسوي سكتش. فلا تخافين ما شفتي، لا هم بس ما يخافوش. بلند شوفيني. لا كنت بتقولي حاجة غير شوفيني. لا بطلع عينك بطلع عينك ان لما تكونين مغمضه عينك افتح عيني. افتح عيني. اوكي الغايره نحاول كذا ما نقدر ان احنا ننور هذه المنطقه. بلند فرشه رقم 242. طيب انت تغني؟ انا صوتي كارثه بس يعني بكحه بغني عادي يعني. ما عنديش مشكله. اللون غامج اخترت عشان ازيد العمق من هني لان شوي بطول العين مثل ما قلت، بعدين راح يبين معانا. الحين هذا كله سكتش واطلع عليه فوق عشان تنسحب لي العين. نفس الشيء الحين نفس الكونتور اللي انا حطيته راح امشي شوي فيه بس من نهايه العين هني. اوكي اوكي. زين الحين ما راح تغنين؟ لا هتتخطي. شنو احسن نصيحه تعطينها حق اي وحده تحسينها عندها قابليه انها تمثل؟ انا مثلا ما كنتش معهد سينما ولا فنون مسرحيه ولا كده خالص. ميجر ادفرتايزنج كنت ماسكهم، بس انا بحب التمثيل فاخدت اكتنج كلاسز وحاولت. فهو ده ان انت تحطي هدف قدامك وتفضلي مصره عليه بجد، لما بتحققيها وبيبقى ليكي اسم فيها صح احلى احساس في الدنيا. اي والله صح. ودون جيف اب يعني، ما تقوليش ما تجربيش مره اتنين، ان شاء الله مليون مره يعني. اصل ممكن الواحد يبقى نفسه في حاجه بس هيز نوت تالنتد. اي ما لازم بتروحي تاخدي كلاسز مثلا، حد بيقول لك لا بعيدي عن الموضوع ده. زي انا كنت نفسي اغني قالوا لي انسي انسي يعني اقلبي على حاجه تانية. الحين قاعده اطلع شيء شيء في شمر لمعه على الجفن المتحرك، بحاول اخلي الميك اب شويه يكون
بلندد اكثر وعلى طبيعي اكثر. ده انا اللي نفسي اعمل اكشن والله. تحسين ان الناس مش ادوار الاكشن الحركه يعني حاسه اه تعطين. ما حدش عرض عليا خالص قبل كده اكشن، بس انا نفسي واقعد بقى اعمل حاجات ونط من فوق جبل واعمل. من وانا صغيره كنت بلعب جمباز والله. اه واو. وبعد وكنت بلعب سباحه، بعدين جت فتره كده قعدت العب كوره دورات رمضانيه بس كنت فاشله. لعبت كيك بوكسنج، عملت حاجات والله كتير. اه بس ليتلي بقى بروح كلاسز كده هي بيلاتيز. يعني دلوقتي انا لو متضايقه يعني قادره ان انا اروح العب رياضه. تروحين الجيم يعني؟ زين شفتي احد يحط ميك اب في الجيم؟ شفت كتير بيحطوا ميك اب في الجيم معاه ولا بس حاجه. لا انا انا عمري ما كنت بحكم على حد، انا مش جادجمنتال. أيه. اللي انت مبسوطه بيه اعمليه، انا مالي. شكرا بجد. شكرا ثانك يو. لو انت نفسك تحطي ميك اب في الجيم على البحر وات ايفر دو ات. انا عادي اركب رموش اروح جيم عادي جدا. ايوه انت حره. وطلعت موضه من فتره انه يحطوا روج على البحر زي زمان. ايه اه من سنتين كده. قبل كده كان لو حد حاطط روج على البحر برضو كله بقى الناس الجادجمنتال يقعدوا يقولوا ازاي شلون حاطه ميك اب على البحر وليش سوينا اشياء ووتر بروف يعني. اكزاكتلي. ايه الطريقه الصح واحنا بنحط اي لاينر؟ انا بشد عيني. تشدين عينك راح يطلع لك تجاعيد وايد. فعلا؟ اي والله يعني حاولي كذا ما تقدرين طبطبه كذي. طب اديني بقى جمله اقولها بقى عشان افاجئهم ان انا كويتيه الاصل. انا هقول لك كلمه عربي مصري تقوليها وانت قولي لي كلمه كويتي. خلاص قولي أبي تصدقين ان الميك اب يعقد. بتهزري صح؟ والله يلا قوليها. أبي تصدقين الميك اب بيعقد. صح اوكي. انا حطيت ميك اب امبارح كان حلو قوي. سهله. انا حطيت ميك اب امبارح كان حلو قوي. برافو قلتي اللهجه طبعا. هو اكيد احنا نتابع يعني الافلام والمسلسلات المصريه من واحنا صغار. هي بصراحه افلام زمان جميله جميله الطريقه. السموكي ستريتش عشان تطول الرموش. بس ابي السواد عشان لا يكون في فرق. وبتحطي تاني بعد ما بتركبي الرموش احيانا اذا تحسين الموضوع شويه غبه او في باودر وايد امشي عليها مره ثانيه. تقدرين تكلمي عن تجربتك في جراند هوتيل؟ جراند هوتيل انا كنت شريره قوي وكنت متاكده الناس هتتضايق مني وهيكرهوني وكده. في الاول ما كانوش متضايقين، في نص المسلسل لقيت نظرات غريبه من الناس كلها. حتى الستايل مالك كان حلو. اه جديد. هذه الرموش اللي استخدمتها N404. ماي فيفورت بارت بقى الرموش. احلى بارت حتى انا بني ادمه. شوي بس ليكويد لاينر امشي على الصمغ اللي حطيتها بس عشان والخط مال الرموش عشان تغطى شوي. تنوير اللون اصفر شوي مع هذا اللون. ما شاء الله ما عندها وايد هالات قويه، عندها تجويف بس نحتاج نضوي يعني الهالات. احتاج انا احط لها كوركتر اذا كان عندها تصبغات، بس هي ما عندها، هي عندها تجويف فقط اللي هو العمق. احتاج احط لون اصفر عشان انوره بس واخلي شوي فلات اكثر. لو تلاحظون مثل ما قلت لكم انا هني مو مكتره وايد اشياء، بحاول اخفي الظل اللي موجود عندها. ابي لون براون شوي بس انظف اللي سويته تحت العين. طلعته كمان بلش شوية بس من هني. ايه اكتر موقف فاني حصل لك وانت بتعملي ميك اب؟ اوكي كنت مش قادره يعني هتموتي تضحكي وخلاص. ما قدرت ان انا عملت ميك اب حق يعني ما ادري اذا عروسه ولا ما اتذكر اذا كانت عروسه ولا زمونه عاديه. في العاده قبل لما نخلص نرش لها مثبت. اه دي اكتر بارت ما بحبهاش. قبل ايام قبل. فشنو كنت استخدم انا اسفه على سبري شعر عرفتي؟ انت قبل اي قبل ايام الجاهليه. بدال استخدم لها السبري كان خمت يعني حبيبتي خلاص هي مستانسه فرحانه جدا كان امسك ورش فوم على وجهها نفس العلبه. تخيل فوم كذي فجاه لا والله ما باص. انا قلت لها لا تعبرين لا تسوين اي تعبير على وجهك عشان يمسك ولا يخطط وجهك. فهي تمت كذي وانا طايحه على عفو وكانت كتله هالكبر على رموشها. قلت لها انتم ما تشوفين غمامه بيضاء على عينك؟ وحتى اصلا الاسلوب كان غبي يعني المفروض ما انساها طلع ممنوع. انا بقى الحاجات اللي بتموتني من الضحك الوقعات. لا خلاص لا 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 فشي يعني انا حتى لما انا بقع بضحك. ايه والله يعني ايوه طبعا إيه لازم احنا لما نطيح يعني نضحك نرقع المساله. البارت مال الكونتور هو اجمل بارت. حنونه ده بيعمل ايه الحركه الحين انا قاعده اسويها؟ اعمل لك قطه بيس
احط لك تخيلي ثلاث شرط بيصغر المناخير. الحين اللي انا قاعده اسويه تحت المناخير يعمل لك مثل ظل يرفع شكل المناخير شويه هني على اللبس اي عشان اسوي قلبه الشفايف قلبه الشفايف. عندك هني لازم نوضحها. تمام عندك هذه الغمزه كونتور هني عندها ارض شوي بس احاول اني اسوي فريم حق الجنب ابرز اللي عندها اياه. ان شاء الله عندها اياه وايد حلو. نفس الوقت راح احط لها البلاشر هذه المنطقة الوجه نفس الشيء شوي قولي بلاشر قبل الدمج بيدلعوك يقولوا لك ايه؟ والله يضيق خلقك اذا قلت لك انت تتوقعين شنو حنان شنو يدلعوني؟ انا بقول لك حنون حنون احنا عندنا حنين مثلا حنين شوفي الدمج بس بالفرشه كذي اسوي خلاص كل شيء راح مكانه. ده كانه مساج. انا شنو ايوه ها حتبداي يلا بتاعت القطه بتاعت القطه بتقولوا ايه على القطه؟ قطوه 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 ايه قطوه. كونسيلر واي 33 الحين تاخذها شوي وهي 44 واي 33 واي 33 واي 41 اوكي شوي اخلطهم نتفه اكيد بسرعه ما تفكرين ما تلكوميدي ضحكت عادل الامام اوكي سمير غانم بعشقه كنا من غير تفكير اوكي ده اللعبة دي هي مرعبة. أجمل ممثلة الحين ياسمين رئيس ممثل تمثيله وايد حلو هالفترة هذه تايسون منو؟ تايسون محمد ممدوح بحبه. اسم واحدة من صحباتك واحدة منا اوكي منا شنو تتذكرين شيء عملتوه حسيت انه خلاص الدنيا انتهت وقتها؟ بصي منا عندها أخت صاحبتي قوي برضه اسمها هبة انا ومنا اشقية قوي ايه وبتوع مشاكل يعني إيه؟ هبه يا حبيبه قلبي الطيبه اللي احنا دايما بندبسها اي حاجه تبقى هي اللي عملتها وهي ما بتعملش حاجه خالص. فكان في سوبر ماركت جنب بيتي وكان عنده يعني بوث كده بتاعت بقى بارفانات وحاجات كده. ففي بارفان عليها ميكي ماوس احنا بقى صغيرين كنا في ابتدائي يعني. فروحت انا ومنا بنتخانق عليها وبنشدها ومش عارف ايه. المهم انا جايه بشيلها فوقعت اتكسرت. فاحنا كنا صغيرين يعني معانا فلوس ان احنا نروح نجيب حاجه بونبون حاجه كده مش انه بارفان يعني. فالمهم قالوا لنا لازم تدفعوا ثمنها وانتوا كسرتوها وكانت بقى مشكله بقى وبيتشطروا علينا. طب احنا ما عندناش فلوس طب نروح البيت. قالوا لازم تسيبوا حاجه هنا قبل ما تمشوا. فسيبنا لهم هبه لحد ما ده كان على طول كده. البنت فضلت قاعده 3 ساعات حرام. لحد ما كانوا بيقفلوا ورحنا لقيناها قاعده على الباب عامله كده وبتعيط. سوري يا هبه والله مسكينه. طالعي فوق الحين بحاول ان اكحل عينها تحت العين اللون البني يعني يدوب لون خفيف. بتحبي الكحل الابيض؟ بحبه بيوسع العين. بيجي مو ابيض. راح استخدم لها الحين الاكوا جل 30 شوي يمكن نعرض الحاجب. راح احط مسكرة حواجب. اوكي شكلهم ناتشورال قوي. احيانا تشي تلاقون مكان اللي حطينا فيه التاتو يلمع شويه بس اطقه بس اللمعه على اساس اخفيها بشادو. بس الشيء الحاجب الثاني ولا تلاحظون انا قاعده انزل شوي من البدايه شوي بس وارفع من النهايه. بعد ما خلصت الحواجب استخدمت لها هذه الاضاءه شوي عند مدمع العين ونتفه بنص العين عشان نزيد اللمعه. فهمتي؟ اوكي كثر الحين المسكره طالعي تحت. ايوه قبل لا نحط لك حق الشفايف راح استخدم لك هذا كونتور. ايوه شلون تحبين رسمه شفايفك تكون دائما عاديه؟ في لا في ناس تحب تكبر مو كامله يعني في ناس لا ما تحب. يا سلام لحظة يسوي شيء
ايضا هذا راح استخدمه الحين. حنون هاتي مرايه كبيره تحفه. I love it. انا مبسوطه قوي ان انا عملت معاكي دير. انا اكتر بجد ومبسوطه قوي بالميك اب. انت مش متخيله ازاي وهتجي لي مصر ضروري بجد ان شاء الله بطوله. اه ان شاء الله حبيبتي شكرا. I love you. Thank you. وشغلك يهبل. Thank you. شكرا حبيبتي. ميرسي. اه ناقص دلوقتي انا نسيت ناقص الفزوره. فيلا تعالوا نشوف الفزوره. بيحسسني بالصيف ما الدنيا تمطر. بحطه على عيني بس على خدودي اكتر. بستخدمه في ثانيه حتى لو سايقه الكار. بيلمع وبيبرق بس مش زي ستار. للجمال اساس وبيحبوه كل الناس. هو ايه؟ اكتبوا الحل في الكومنت تحت الفيديو ولو عرفتوا وحليتوا صح هي دي الهديه. اشتركوا في قناه ميك اب فور ايفر ميدل ايست على اليوتيوب. وعشان تعرفوا اسامي الفايزين اعملوا فولو الميك اب فور ايفر ام اي اي على الانستغرام. ورمضان كريم.